كشفت الرئاسة المصرية عن تفاصيل ورقة ستقدمها القاهرة أمام مؤتمر برلين بشأن ليبيا لحل الأزمة. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الورقة تتضمن كل العناصر التي تم التوافق عليها لحل الأزمة، ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسي والاقتصادي. وأوضح السفير راضي إنه كانت هناك اتصالات ولقاءات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء وقادة دول العالم، ودارت كلها عن سبل معالجة الأزمة الليبية، وتم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار وضرورة أن يتبع ذلك مسارا سياسيا شاملا يضم كل الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.